واخا هادي 6 شهور اللي دازت على ديك الفضيحه، اكيد ما غاديش تكونوا نسيتو ديك الشبكه اللي كانت كتصنع وتروج كمامات طبيه مزيفه كانت موجهه للبيع في السوق وخاصه للمصحات. هاد الشبكه كان بين الافراد ديالها وهما كثار طبعا، كان بيناتهم مود الوزير السابق، النقيب السابق ايضا محمد زيان وكذا، والزميلي الحقوقي عبد العزيز النويضي واخرون طبعا. في البدايه الاشاره ديالنا لولاد زيان والنويضي عفوا ماشي بهدف التشهير بهم ولا المس بالسمعه ديالهم، لا ابدا، لان الاولاد هما اللي مسؤولين عن الافعال ديالهم ولا علاقه لوالديهم بها. الاولاد داروا الذنب ويستاهلوا العقوبه، اما الوالدين فما عليهم حتى شي ذنب. باش ما نطولش عليكم نقول لكم بلي رجعنا لهذا الملف حيت فيه الجديد، والجديد هو الحكم او الحكام اللي صدر نهار 3/7/2020 من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية ديال عين السبع في كازا، والحكم صدر بعد 8 ديال الجلسات من اللي تعين امام هذه المحكمة في 5 يوليو اللي داز. 27 عام الحبس هي المدة باش حكمات المحكمة على 12 ديال المتهمين تمت المتابعة ديالهم في هذا الملف من طرف قاضي التحقيق عفوا بنفس المحكمة، والمدة السجنية باش تحكموا متفاوتة وكتتراوح ما بين 5 شهور كأقل مدة و5 سنين للحبس النافذ مع التعويضات المدنية طبعا. نبدأ بتاني أقل حكم صدر في الملف وهو 10 شهور للحبس نافذة ومليون غرامة، وتحكموا بها 4 ديال المتهمين وبيناتهم ولد النويضي اللي تبرؤوا من تهمة النصب وأخذتهم المحكمة بباقي التهم الجنحية اللي تابعتهم بها أو بالأحرى تابعهم بها قاضي التحقيق بنفس المحكمة. المشاركة في تزييف علامة مسجلة والمشاركة في القيام عمدا ببيع المنتجات تحت علامة مزيفة وعرضها للبيع وصنع وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة وغير مطابق للالتزام العام لسلامة المنتجات هي التهم، بس تمت المؤاخذة ديالها المتهمين 4 وباقي المتهمين. ونجيو دابا لتاني أقل حكم وهو 3 سنين ديال الحبس و3 مليون كغرامة نافذة أدين بها 5 المتهمين بيناتهم ولد زيان مقابل 4 سنين للحبس، ونفس الغرامة دان بها شي متهم. عادت المحكمة متكيف المتابعة ديالو من تهمة المشاركة في التزييف إلى جنحة التزييف. المحكمة أدانت المتهم العاشر وهو المتهم الرئيسي بأكبر مدة وهي 5 سنين للحبس ونفس الغرامة أي 3 مليون في الوقت اللي حكمت فيه على متهم واحد آخر ب5 شهور للحبس و1000 درهم غرامة، وهي أقل عقوبة محكوم بها متهم في هذا الملف الجنحي التلبسي اللي شرحت المحكمة في النظر فيه هذه أكثر من شهرين. المحكمة في الدعوة المدنية التابعة حكمت على 11 من المتهمين بينهم ولاد المحاميين نويضي وزيان، حكمات بالاداء ديالهم 10 مليون تعويض لفائده شي شركه مقابل 75 مليون كتعويض لمصحه بمراكش، مع رفض طلبات اخرى قدمت في مواجهه بعض هاد المتهمين. هذا باختصار الحكم اللي صدر ضد المتهمين في الدعوه العموميه والمدنيه. اما كيفاش حتى تشدوا وتابعوا هؤلاء امام المحكمه وقاضي التحقيق فهذا موضوع سبق لنا هضرنا عليه في فيديو واحد اخر سابق، لكن لا باس ما نرجعوا نذكروا به ولو بشكل مختصر لكن يكون مفيد باش ما نطولوش عليكم اكثر. هادو كانوا تشدوا بناء على شكايات قدمت بها شي مصحة في مدينة مراكش في افريل اللي داز، حيث سبق لها تعاقدات مع ولد زيان باش يوفر لها شي 20,000 كمامة واقية وهي كمامة طبية طبعا باش توزعها على الاطقم الطبية والتمريضية اللي غادي تخدم في مجال محاربة فيروس كورونا. المصحة كانت اشترطات باش هاد الكمامات توفر فيها او توفر على معايير الجودة والسلامة اللازمة، وعطات في هاد الصفقة 66 مليون، حيت الكمامات خصهم يكونوا في جودة عالية وغادي يستعملهم الاطباء والممرضين. لكن للأسف تفاجأت بعد مطابقة الكمامات اللي تسلمتها للمطلوب توفيره وفق الشروط اللي تم تحديد ديالها في الصفقة. ماشي غير هاد المصحة اللي كانت الضحية، كاين اطراف واحد اخرى، والفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه بكازا دخلات على الخط بامر من النيابه العامه بالمحكمه الابتدائيه في كازا
في البداية تشدوا أربعة الأشخاص حتى تولى توقيف باقي المتهمين من المشاركين في هذه العملية ديال النصب اللي جراتهم للمساءلة القانونية. وخا صدر الحكم اللي ذكرنا في هذا الملف، مازال الملف ما تستوى حيت مازال المرحلة الاستئنافية للنظر فيه، وغادي يستمر بذلك مسلسل الإثارة في ملف يعتبر واحد من أكبر ملفات النصب المعروضة على أنظار العدالة، ماشي غير بحجم المتابعين فيه بل حتى بالنظر لخطورة الفعل اللي متورطين فيه. خطورة هذا الفعل كان ممكن تكون أكبر لو أن ذيك الكمامات استعملت وترشي حاجة للأطباء والممرضين الله يستر، لكن الحمد لله الخسائر كانت أقل حيث تم الانتباه لعدم توفر ذيك الكمامات على الشروط الجودة المطلوبة، والعقوبة يستهلوها اللي تورطوا في هذا الميل بالنظر لخطورة الشي اللي داروه، طمعوا في الفلوس ونساوا الإنسانية والشي اللي ممكن كان يتسبوا فيه للأطباء والممرضين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واكتسلين هذا الفيديو وإلى فيديو آخر، دمتم أوفياء لقناة مروكين كريم الجريمة المغربية، وما تنساوش الاشتراك والضغط لزر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالها، وما تنساوش أيضا ديروا يديكم معنا بالتفاعل مع الفيديو وإبداء الملاحظة، وتزيدوا عفوا إلا كانت شي معلومات واحدة إضافية تزيدوها في التعليقات ديالكم أسفل هذا الفيديو، وأنا لكم شاكر على كل شيء وعلى التفاعل ديالكم مع الشيء اللي كتنشروا القناة. ولن أنسى لكم هذا الجميل، وإلى مناسبة لاحقة.